الانتقالي يمنع عقد اجتماعات الحكومة في قصر معاشيق آخر معاقل الحكومة في عدن. الانتقالي ما بين التصعيد مع الرياض إعلانيا والتغاضي عن تعزيز النفوذ على الأرض في ظل عدم إبداء الحكومة أي اعتراض على ما يقوم به الانتقالي في عدن منذ اتفاق الرياض. أهلا بكم. صعد المجلس الانتقالي ممارساته في عدن فيما يتعارض مع اتفاق الرياض الذي وقع مع الحكومة الشرعية في 5 نوفمبر الماضي. مؤخرا اقتحمت قوات تابعة للانتقالي قصر معاشيق ومنعت عقد اجتماعات حكومية فيه بقوة السلاح. يوما بعد يوم تعزز ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات قبضتها الأمنية والعسكرية على العاصمة المؤقتة عدن، ضاربة عرض الحائط بكل ما ورد في اتفاق الرياض والآليات الموقعة حول الانسحابات العسكرية وغيرها. فيما تلتزم السعودية التي تزعم أنها راعية اتفاق الرياض والمشرفة على تنفيذه، تلتزم الصمت أمام إزاء خروقات الانتقال المتكررة في مشهد يظهر تمكينا لقوات الانتقال على حساب الحكومة الشرعية. لماذا يصمت الرئيس هادي ومعين عبد الملك وقيادات الشرعية على هذا الوضع المختل؟ وما هي مسؤولية الرياض القانونية إذا ما استكملت دعم تمرد الانتقالي وتثبيت انقلابه في عدن؟ قصر معاشيق الذي كان آخر معاقل الحكومة الشرعية في عدن أفلت هو الآخر من تحت سيطرتها مؤخرا. أمس الأحد قامت ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي بمنع اجتماع حكومي كان من المزمع عقده في قصر معاشيق برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، كما قامت أيضا بمنع عقد اجتماع لقيادات عسكرية في المكان ذاته. وزير النقل صالح الجباني اتهم في صفحته على تويتر المجلس الانتقالي بممارسة الإرهاب في عدن بعد قيام أحد القيادات التابعة له بإيقاف الحركة في ميناء الزيت ومنع السفن من تفريغ حمولتها، بالإضافة إلى اقتحام مطار عدن وعرقلة حركة الملاحة الجوية. هذا التصعيد من قبل المجلس الانتقالي لم يقابل بأي رد فعل من قبل الحكومة ولا من قبل السعودية الراعية لاتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي، وهو ما يترك تساؤلات مفتوحة حول ما يبدو أنه تمكين للمجلس الانتقالي لاستكمال سيطرته على عدن والمحافظات الجنوبية برعاية السعودية والإمارات. فوجئوا بإقدام جهات الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة. مؤخرا ظهرت للسطح ما يبدو أنها خلافات بين المجلس الانتقالي والرياض، وتصاعدت حدة خطاب الانتقالي ضد السعودية، وفيما يبدو التصعيد الخطابي موجها ضد السعودية، فإن النتائج المباشرة لهذا التصعيد تتجه نحو تعزيز نفوذ المجلس عسكريا وأمنيا على عدن والمناطق المجاورة على حساب الحكومة. لم يعد للشرعية أي حضور عسكري أو أمني في العاصمة المؤقتة، والقوات السعودية التي تتمركز في المدينة بغرض الإشراف على تنفيذ الاتفاق لا يبدو أن من مهامها منع تصرفات الانتقالي أو وقف هذا التصعيد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث عادل دشيلة وسينضمه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور عادل. أهلا بك. دكتور، فوضى في المعاشيق والميناء والمطار بات واجهة أيضا لأحداث جديدة، فما الذي يحدث في عدن برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما يحدث في عدن هو نتيجة للسياسات الخاطئة للتحالف العربي التي أنتهجها منذ تدخله في البلاد أو تحت مسمى عاصفة الحزم. اليوم التحالف العربي يزرع أو يحصد ما زرع داخل هذه المناطق. نحن في هذه اللحظة الراهنة لا نستطيع أن نقول بأن هناك يعني خلاف بين التحالف العربي وبين هذه الميليشيات المتمردة، لأنه من يدير هذه الميليشيات هو التحالف العربي، من يمول هذه الميليشيات هو التحالف العربي، من يسلح هذه الميليشيات هو التحالف العربي. سلاح التحالف العربي لا يزال حتى اللحظة يصل إلى يد هذه الميليشيات المسلحة. وبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية كمتابع للوضع في هذه المناطق بأن هذه ما يعني ما يحصل في عدن هو عبارة عن زوبعة إعلامية، وحتى التحالف العربي نفسه قال بأنه لا يوجد أي خلاف
بين التحالف العربي وهذه الميليشيات المتمردة. إذن المتضرر الأول مما يحصل في هذه المناطق هم الأبرياء الذين يزج بهم في هذه المعارك العبثية وفي هذه الشطحات الإعلامية والسياسية وما إلى ذلك. الوضع منفلت تماما في المناطق الجنوبية، والبلد مفكك إلى كانت أناث متناحرة على أسس جهوية ومناطقية وقبلية وطائفية أيضا. ينبغي أن نعترف في هذه اللحظة الراهنة التي يمر بها بلدنا. اليوم التحالف العربي، هناك استطاع التحالف العربي أن يعبي هذه الميليشيات المسلحة في البداية ضد الحركة الحوثية، ولكنه في المستقبل لن يستطيع أن يوجه هذه الميليشيات ولن يستطيع أن يتحكم بها، وبالتالي قد ربما في المستقبل أن تخرج هذه الميليشيات عن السيناريو الذي رسم لها في الماضي. الوضع يعني مرشح على كل الاحتمالات، بما في ذلك يعني تفجير الموقف عسكريا في أي لحظة. هل ممكن ذلك؟ يعني هناك يبدو محاولة لإطالة زمن الانفلات الحاصل. طبعا المحاولة لماذا؟ لأن التحالف العربي لم يجد حتى اللحظة التيار أو الفصيل الذي يسلم لها الحكم داخل الأراضي اليمنية. حتى اللحظة التحالف العربي لديه طبخة، هذا تدخل إقليمي ودولي، يعني هو لا يريد تسليمها عمليا، لا يريد تسليم المناطق الجنوبية للمجلس الانتقالي، ولا يريد حتى ولا يريد للشرعية أن تنتصر، ولا يريد حتى الحركة الحوثية. لماذا للانتقالي؟ هل لأنه مدعوم من الإمارات؟ لا 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 لا، الطبخة أكبر من ذلك. المجلس الانتقالي عبارة عن ميليشيا مسلحة، هذه الميليشيات المسلحة عبارة عن تيار قبلي جهوي. استطاع هذا المجلس يعني تحت ما يسمى بالاستقلال ولافتة الاستقلال أو شعار الاستقلال أن يجمع أكبر قدر من أبناء إقليم عدن تحت هذه الشعارات الرنانة. والتحالف العربي كان محتاج لهذه الميليشيات من أجل التوازن على الأرض عسكريا وسياسيا وأمنيا، كان يحتاج لهذه التوازن، لأن التحالف العربي عندما تدخل منذ اللحظة الأولى لم يكن راضٍ عن الشرعية اليمنية وعن أطراف معروفة داخل الشرعية اليمنية. لكن هذا التوازن قد ربما يختل في المستقبل. الميليشيات استطاعت أن تجمع هذه القوات تحت هذا الشعار استقلال الجنوب. في المستقبل لن تستطيع قيادة المجلس الانتقالي التحكم في هذه الميليشيات، وقد ربما ينفجر الوضع عسكريا ويؤدي إلى حرب أهلية داخل المناطق الجنوبية نفسها، إلى حرب أهلية. وفي هذه الحالة التحالف العربي سيبقى مكفوف، لا يستطيع أن يحرك سلاح ولا يستطيع أن يتحكم في الموقف عسكريا. هذه جماعات مسلحة، عجزت أمريكا داخل أفغانستان أن تضبط الموقف عسكريا مع طالبان، عجزت دول أخرى. إذن الآن التحالف العربي أنا كما ذكرت قبل قليل لم يجد التيار أو الفصيل الذي يسلم لها الحكم داخل شمال وجنوب اليمن، وهو الآن يريد تفكيك هذه القوى على الأرض عسكريا وسياسيا، وأيضا ضرب بعضها ببعض حتى تنهار هذه القوى عسكريا في المستقبل، ومن ثم يأتي الفصيل الذي يريده التحالف العربي لقيادة دفة الحكم. وأنا من وجهة نظري الشخصية بأن هذا الفصيل سيكون عبارة عن مزيج من حركة الحوثي والتيار التقليدي للمؤتمر الشعبي العام، جناح الحوثي وليس جناح صالح، وايضا حتى من الميليشيات الانفصاليه في الجنوب وجزء من الشرعيه اليمنيه. هناك مخطط وطبخه في المستقبل. التحالف العربي لن يسلم الحكم لدوله ديمقراطيه حقيقيه ما لم يكن هناك يعني عباره عن عصابه تحكم البلد تحت اداره التحالف العربي مثل يحركها بالكنترول عن بعد. اذا اسمح لنا ان ينضم معنا القيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ عادل. مساكم الله بالنور. اهلا بك استاذ عادل، نود ان نسمع منك تبريركم لما حدث في المطار وفي ميناء عدن ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم، ومسي عليك اخت آسيا ومسي على جميع المشاهدين. انا اعتقد انتم لا زال الموضوع مستمر معكم رغم تاكيدات جميع الاطراف، سواء المجلس الانتقالي الجنوبي او كذلك الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، وعلى لسان سعادة السفير وأيضا المتحدث باسم القوات المشتركة بلا وجود أي مشكلة في المطار، والمشكلة يبدو أنها مستمرة في قناة بلقيس وأخواتها. الأمر لا يعدو كونه
بعض نحن نتحدث لكي أوضح لك فقط أستاذ عادل بأننا نتحدث وفقا لتصريح وزير النقل عبر تغريدته في تويتر. من هو وزير النقل؟ وصالح الجبواني الذي رفض اتفاق الرياض. وزير النقل التابع للحكومة الشرعية، يعني حتى لو لم تعترفوا به يعني بالنسبة لنا هو وزير النقل. لكنه اكثر من هاجم اتفاق الرياض واكثر من هاجم الشرعيه واكثر من هاجم التحالف العربي في الفتره الاخيره. لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض من قبلكم حتى الان ولا اي خطوه من خطواته استاذ عادل. هذا حضرتك انت يا استاذه اسيا اللي تقولي هذا الكلام، لكن رعاه الاتفاق والذين يشرفون على تنفيذ اتفاق الرياض لم يصرحوا ولم يتهموا المجلس الانتقالي بعدم تنفيذ اتفاق الرياض، ونحن على دائما كنا نؤكد على مستوى القياده وعلى مستوى اللجان اننا يعني حريصون جدا على تنفيذ اتفاق الرياض، ولكن الطرف الاخر وضع كثير من العراقيل، وليس كل الطرف الاخر، ولكن هناك تيار سياسي يعني استاثر بالقرار واستاثر بالدعم على مدى 5 سنوات ماضيه وشعر بانه خاطر من اتفاق الرياض واشتغل ضد اتفاق الرياض اعلاميا عبر ادواته خارج المملكه العربيه السعوديه في قطر وتركيا، وايضا عبر الادوات في الداخل وداخل الشرعيه، وحاول يوجد المعوقات لم تنسحب قواتهم من شقره من ابين ولا من شبوه، ويعني هذه اعتقد انه عنوان بارز لعدم حرص ونيه الطرف الاخر على تنفيذ الاتفاق. نعم، المشكلة عادل بأنكم يعني مصرون على تحميل طرف سياسي كل تبعات ما يحدث، لكن اسمح لي أن ننقل حديثك هذا أو نقاطك لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل. دكتور، يعني عمليا فعلا الدولة الراعية لهذا الاتفاق والتي شكلت لجنة سعودية لم تصرح بمن يعرقل ولم تتهم طرفا بمن يعرقل اتفاق الرياض. يتحدث الأستاذ عادل بأن الانتقالي حريص على تنفيذ اتفاق القرار ولكنه يوجه التهم إلى تيار سياسي كما استمعت إليه. طبعا عندما يقول بأنه يوجه التهم إلى تيار سياسي، أولا المجلس الانتقالي هو متمرد وفق القانون الدولي والقانون اليمني ودستور البلاد، جماعة متمردة وتحت ضغط التحالف، ولكن الحكومة قبلت بالجلوس معه تحت ضغط التحالف. اسمحي لي، تحت ضغط التحالف الشرعية اليمني قبلت بهذا الاتفاق مع المجلس الانتقالي. هو الآن يتحدث عن الدولة الشرعية، الدولة الشرعية عمليا هي رهن الإقامة الجبرية وتحت أوامر التحالف العربي وتنفذ كل ما يملى عليها من قبل التحالف العربي، ولكن عندما يتحدث عن المعوق الذي يعيق الاتفاق هو من لم يسمح بتنفيذ الشق السياسي الأمني والعسكري. الميليشيات أو الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي ترفض حتى اللحظة الانسحاب من المقرات الحكومية، ويوم يوم أمس اقتحمت أو قبل يومين اقتحمت مطار عدن واقتحمت أيضا القصر الرئاسي. هذا مؤشر خطير على أن هذه الميليشيات لا لا لا, لا تريد السلام ولا تريد الأمن، وتريد أن تفرض خياراتها السياسية وخياراتها السياسية على الطرف الآخر بقوة الحيد والنار. إذا نفس السيناريو الذي كان مع الحركة الحوثية في العام 2014، يعني الدخول في عملية سياسية قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري. إذا الشيء المهم في هذا الاتفاق بكله، إذا تم دمج هذه الميليشيات في إطار وزارة الدفاع الداخلية والدفاع وتم سحب هذه الميليشيات من المقرات الحكومية، أنا أعتقد بأنه الجانب السياسي لا أحد يمانع حتى أن يتسلم المجلس الانتقالي دفة الحكم، ليس أن يكون فقط طرف سياسي داخل هذه الشرعية، ولكن أن يتسلم دفة الحكم تحت إطار الدولة اليمنية، ولكنه يمانع حتى اللحظة. نعم، ويتدرع بمثل هذه نعم. إذا لو سألتك أستاذ عادل، يعني أنت قلت بأن يعني الدولة الراعية لهذا الاتفاق لم تحدد من هو الطرف المعرقل، وأنت قلت كلت التهم لتيار سياسي لا أدري على أي أساس. الأستاذ الدكتور عادل يتحدث بأن من لم يسمح بتنفيذ الشق الأمني والعسكري هو الانتقالي، المجلس الانتقالي، حيث لم يسلم مقرات الحكومة. على العكس هناك تصاعد في ما يقوم به من الهجوم على المطار والسيطرة على المطار، وأيضا ما حدث قبل يومين في اقتحام القصر معاشيق.
ضيفك يتحدث من واقع سياسي لا نعلم هل هو موجود في اليمن أم بعيد عن اليمن، يتحدث عن جماعة متمردة لا أعرف عن من أين أتى بهذا الأمر. المجلس الانتقالي شريف وطرف أساسي وأصيل في توقيع اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي قواته هو القوات الجنوبية هي التي حررت كل المناطق المحررة من الحوثيين، قام تحررت على يد القوات التي يشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. ضيفك وخطابه هذا هو نفس الخطاب داخل أروقة الشرعية وداخل التيار السياسي الذي لم يؤمن بالواقع السياسي الجديد الذي أفرزه اتفاق الرياض، ومن وهذا دليل على عدم حرص أو تعامل الطرف الآخر مع المجلس الانتقالي بهذه العقلية. هم يبدو أنهم لم يستوعبوا الواقع السياسي الذي نحن فيه اليوم وبعد اتفاق الرياض. لكن عمليا أستاذ عادل اسمح لي، يعني كل طرف يكيل التهم للطرف الآخر، أنتم تتهمون جانب الشرعية مثلا بهذا التيار السياسي، والحكومة الشرعية تتهم في أكثر من مرة وفي أكثر من ظهور المجلس الانتقالي بعدم تنفيذ اتفاق الرياض، واللجنة السعودية المكلفة ب يعني تسير هذا الاتفاق لم تتحدث عن أي عراقيل ولم تتحدث عن أي طرف، كيف يمكن فهم المعادلة بهذا الشكل؟ لا شك أن هناك حكمة ومرونة سياسية تتعامل بها المملكة العربية السعودية منذ توقيع الاتفاق، وأعتقد أن العمل والجهد والدور السياسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية جهد مقدر من قبل قيادة المجلس الانتقالي جميعا، ونحن نقدر لهم هذا الجهد والتعامل حتى مع الطرف الآخر الذي نتهمه نحن بوضع العراقيل، وهذا عمل سياسي ودبلوماسي استكمالا لكل ما تم خلال الحوار، حوار جدة ومن ثم اتفاق الرياض. يعلم الجميع من الذي تم. أليست المملكة العربية السعودية هي من اعتقدت قيادات في المجلس الانتقالي؟ نعم تفضل. يعلم الجميع انه خلال شهرين واكثر في جدة من الذي تلكى وتأخر في التوقيع، وحتى عندما اتفقت الأطراف على التوقيع ظل يماطل من أجل توقيع الاتفاق، والجميع يعرف وليس مصلحة لنا، وإن كنا لا نريد تنفيذ اتفاق الرياض طبيعي أن احنا بكل جرأة سنقولها وسنرفض توقيع الاتفاق. نعم، لماذا ستتأخر الشرعية في توقيع الاتفاق؟ ما هو مصلحتها من عدم توقيع هذا الاتفاق؟ هناك مصالح سياسية سيخسرها الطرف الفاعل داخل الشرعية وهو التجمع اليمني للإصلاح، لأنه كان صاحب القرار الأول داخل الشرعية، والنفوذ والسيطرة والسلطة التي يمتلكها داخل الشرعية لا شك أنه سيفتقدها بعد توقيع اتفاق الرياض. تعلمين أنه سيكون هناك شريك في الشرعية، وستكون هناك هيكلة وهندسة للشرعية، وسيكون هناك طرف راعي يتدخل في بعض أو إذا حدث أي تباينات داخل أروقة المنظومة الشرعية الجديدة والواقع السياسي الجديد، ولا شك أنه سيعطل. هناك أختي الكريمة دعيني أشير إلى التناقضات. نعم قبل ذلك نعم حتى داخل الشرعية بين أقطاب الشرعية، دعيني أكمل هذه النقطة. هناك نعم. أقطاب داخل الشرعية، هناك قطب وجماعة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهناك علي محسن الأحمر والموالي له، وهناك تجمع اليمني للإصلاح كحزب، هناك ايضا رئيس الحكومه، وهناك ايضا احمد العيسي النافذ داخل السلطه. هذه كلها يعني اشتهرت او خلال الفتره الماضيه بان وجود خلافات قويه، هناك تصريحات بين رئيس الوزراء وبين وزير الداخليه ضد بعض واتهام بالفساد، هناك ايضا احمد العيسي يعمل ليلا نهارا ضد رئيس الوزراء، هناك كثير من التناقضات، والذي ابدته الفتره الماضيه منذ سواء قبل التوقيع او بعد التوقيع الاتفاق مقابل موقف موحد من قبل قياده المجلس الانتقالي بكل قواعده وقيادته تجاه اتفاق الرياض. نعم، إذن اسمح لي أن أنتقل للدكتور عادل. يتحدث الأستاذ عادل عن تيارات مختلفة في الحكومة الشرعية، آراء مختلفة، يعني إشكاليات ضد بعض وتصريحات ضد بعض على عكس موقف الانتقالي الذي هو كلمة واحدة وموقف واحد، وأن من يعني يعطل هذا الاتفاق هو طرف يعني حددوا بأنه تجمع اليمني للإصلاح بأنه هو خاسر في هذا الاتفاق، وبالتالي ليس من مصلحته تنفيذه. طبعا نحن سئمنا من هذا الخطاب السياسي الممل والمكرر من قبل المجلس الانتقالي. الشرعية اليمنية تمثل الجغرافيا اليمنية من صعدة إلى المهرة، وقعت اتفاقا سياسيا مع طرف متمرد، هذه منظومة سياسية متكاملة
تحت مظلة الشرعية أحزاب سياسية، الشخصيات قيادية من كل الأطراف. دولة عبارة عن حكومة شراكة وطنية. عندما يعلق الفشل على التجمع اليمني للإصلاح داخل الشرعية اليمنية، هناك استهداف ومنهج للتجمع اليمني للإصلاح. نحن هنا لا ندافع عن التجمع اليمني للإصلاح ولا ندافع عن أي طرف سياسي. نحن هنا أمام اتفاق سياسي وقع بين طرف متمرد على الدولة والدولة الشرعية المعترف بها من العالم أجمع، وهي أيضا منبثقة حسب من دستور البلاد وقوانين البلاد ولوائح البلاد والمؤسسات التشريعية للبلاد. هذا الطرف يمانع حتى اللحظة في تنفيذ ما عليه من التزامات في الجانب العسكري والأمني. هنا مربط الفرس. عندما يعلق التهم على التجمع اليمني للإصلاح، التجمع اليمني للإصلاح ماسك الشرعية اليمنية، من يديرها؟ رئيس الجمهورية من أين هو؟ هل هو التجمع اليمني للإصلاح؟ هو من أبناء المناطق الجنوبية. من وقع الاتفاق السياسي مع المجلس الانتقالي؟ أليس من أبناء المناطق الجنوبية؟ نائب رئيس الوزراء. من يدير الحكومة اليمنية؟ أليس هو رئيس الوزراء من أبناء المناطق الوسطى؟ هذا نوع من يعني الضحك على الأبرياء، نوع من يعني مضيعة للوقت. هذا الكلام مضيعة للوقت. نحن أمام اتفاق، أنت ينبغي عليك أن تلتزم بما وقعت عليه وتنفذ ما هو عليك من التزامات، والطرف الآخر التحالف العربي يستطيع أن يضغط على الحكومة الشرعية. من الذي ضغط على هذا على الحكومة الشرعية؟ نعم، إذن دعني أسأل أستاذ عادل هذا السؤال، يعني ألم يستطع التحالف أن يضبط هذه التيارات المتمردة أو الخارجة عن ما تريده الشرعية؟ يعني ألم تستطع أن تكبح جماح حزب التجمع اليمني للإصلاح؟ نحن نعلم كم يعني تمت مواجهته من قبل الإمارات والسعودية منذ انقلاب الحوثي، وحين تتحدث عن تعدد الأصوات في الحكومة، أليس هذا شهادة لها بأن هناك العديد من الأصوات بداخل الحكومة على عكس الصوت الواحد الموجود في المجلس الانتقالي؟ لا، للأسف الشديد هناك أصوات متصارعة فقط يعني تبحث عن مصالحها وتستخدم هذه الشرعية تنتزعها وتنتهشها لصالح مسائل لكل طرف وكل شخص متنافذ لصالح مصالحه الشخصية فقط وليس لمصالح مجتمعه أو البيئة التي يمثلها. الأدوات أو الأشخاص التي وضعت بأسماء مناطق أو جهات معينة، نحن ندرك تماما الدور الذي يؤدونه والمساحة التي يعملون بها. ولو استضفتم شخصيات من داخل الشرعية لا ينتمون إلى تيار السياسي الذي يتحكم بالسلطة ستسمعون آرائهم. كيف تقبل السعودية أن يتحكم تيار سياسي بالسلطة؟ أستاذ عادل، منظومة الشرعية من يعني هل كلامك منطقي الآن أستاذ عادل؟ هل تقبل السعودية التي يعني عمليا هي من تتخذ قرارات الجمهورية اليمنية تماما وتعد اليمن تحت سيطرتها بالكامل، هل تقبل أن تسمح لتيار سياسي واحد أن يسيطر على الشرعية ويقوم بكل ما يقوم به؟ هل هذا كلام معقول؟ يعني يا أختي الكريمة، أنت تتساءلين وكأننا أتينا بكلام ليس واقعي وليس معمول به بمنظومة الشرعية على مدى سنوات. كل من عمل وكل من تواصل وكل المتابع للملف اليمني يدرك تماما أن هذه الشرعية احتكرت لصالح تيار سياسي محدد والقرار مختطف من قبل هذا التيار السياسي، وهذا ليس مجال للنقاش ولا مجال للتشكيك. المملكة العربية السعودية أعطت فرصة للحكومة الشرعية من أجل أن تنجح في ملف واحد ولم ترد التدخل في الأمور الداخلية والحكم أو طريقة الحكم داخل منظومة الشرعية، وأعطت مساحة كبيرة ومرونة كبيرة ودعمت على كل المستويات سواء السياسي والدبلوماسي والعسكري. فشلت الحكومة الشرعية في أي علاقات دبلوماسية ودولية من أجل استخراج أو استصدار أي قرارات لصالحها. حتى على المستوى العسكري قبل أيام شهدنا كيف تم تسليم مناطق ومديريات ومحافظات بأكملها الشرعية. هذه أنا أسأل ضيفك الآن، هل القوات التي تتبع مباشرة وتأتمر بأمر هذه الحكومة الشرعية استطاعت أن تحرر منطقة جغرافية أو مديرية؟ الجميع يعلم اللعبة التي تدار هناك أستاذ عادل، ولكن للأسف شديد تجدون أن كلامكم لا يمكن النقاش فيه. يعني أنت تحدثني وكأنك تحدثني عن مسلمات، يعني قلت لا يقبل الجدال ولا النقاش فيها. لماذا؟ يعني هو مجرد أختي آسيا، لو سمحتي فضل. أنا أتحدث عن منظومة بأكملها، منظومة حكم فشلت في تحرير مديرية واحدة. هل
من يمثل هذه الحكومة الشرعية الآن يخرج بتصريح أن هناك لعبة وأن هناك تآمر سواء من التحالف أو من المجتمع الدولي، يخرج لنا بتصريح رسمي أم هي يريدونها عبر أدواتهم في الخارج؟ الآن أنا أنتظر تصريح رسمي. إما الحكومة الشرعية يكتفي بهذا القدر أستاذ عادل. نعم شكرا جزيلا لك عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأحيل سؤاله إليك أستاذ دكتور عادل، يعني لماذا عمليا يعني الشرعية قرارها ليس بيدها، نجد التخبط، يعني ما تم الحديث بأنه لم يتم تحرير أي منطقة تحت سيطرة الشرعية، بالعكس تم تسليم الكثير من المناطق في الآونة الأخيرة أو التراجع فيها. أولا عندما يتحدث عن أو يتحدث الرجل عن التيار الوطني بأنه لا يوجد تيار وطني وأن الشرعية اليمنية غير وطنية، وأن نحن نتفق مع ما ذكره بأن هذه المنظومة فاسدة، لكن عندما يقول بأن الشرعية اليمنية مختطفة للقرار أو أن هناك حزب سياسي مختطف للقرار داخل الشرعية اليمنية، القرار اليمني مختطف برمته. القرار اليمني مختطف برمته الآن. هذه الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي من يديرها؟ أليس هو الاستخبارات الإماراتية؟ الشرعية اليمنية من يديرها؟ أليس هو التحالف المملكة العربية السعودية؟ إذا عندما يتحدث ويقول على أساس أنه تيار وطني منبثق من الأرض وأنه يحمل يعني قيم وطنية وأنه مشروع تحرري وطني، لا، القرار اليمني مختطف برمته، وهذه الأطراف المتصارعة على الأرض تنفذ ما يملى عليها من دوائر صنع القرار في الإقليم. إذن نعم، إذن طالما القرار العسكري والسياسي مختطف من قبل التحالف، قرار الشرعية بالطبع، فهل برأيك يخوض التحالف هذه المرة معاركه مع الرياض؟ من يخوض المعارك؟ من؟ الانتقال، يعني الآن هو يحاول أن يسيطر على المناطق الجنوبية، وهي يعلم تماما أن الشرعية لا تستطيع أن تتخذ أي قرار إلا بإرادة التحالف، فهو يواجه عمليا طبعا السعودية. إذا يريد التحالف العربي إسقاط هذه المناطق فسيسقطها في أي لحظة، يعني لصالح إسقاط هذه المناطق، يعني إذا يريد إسقاط المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية يستطيع التحالف العربي أن يسقطها بيد هذه الميليشيات. نحن نعرف عندما تدخل الجيش اليمني في أغسطس العام الماضي وأراد أن يحسم الموقف عسكريا في عدن، رأينا كيف تدخل طيران التحالف وضرب الجيش اليمني في نقطة العلم. إذن ورأينا أيضا في شهر يناير حينما تم الهجوم على المعشي، كيف أوقفت في منطقة الجوف عندما يقول حصل تسليم. نحن نعرف ما الذي يحدث على الأرض، هناك سهام الغدر، الأبرياء يضحون بدمائهم داخل هذه المناطق. نحن لا نعول على الشرعية اليمنية ولا نعول على التحالف العربي. منطقة الجوف منطقة مفتوحة، لو أراد التحالف العربي أن يحسم الموقف عسكريا بطائرة واحدة أباتشي تستطيع أن توقف الحوثيين عند حدهم، ولكن لا يراد لهذه الشرعية أن تنتصر. والشرعية اليمنية مختطف، يعني مختطفة حتى اللحظة، وهي مرتهنة للإدارة ووضعت كل بيضها في سلة التحالف العربي ولا تستطيع أن تحرك ساكن. إذن التحالف العربي الآن هو من يدير اللعبة بنفسه، وهو من يغذي الصراعات هنا وهناك. الميليشيات المسلحة في المناطق الجنوبية أنا كما ذكرت لك في بداية الحلقة، من يديرها؟ من يمولها؟ إذن ينبغي أن نضحك على أنفسنا. هذه الميليشيات لو يريد التحالف العربي فقط أن يؤدبها، يقطع المرتبات وستقف عند حدها وستتلاشى وتنهار في أقرب لحظة، لكنه لا يريد. إذن عندما يتحدث عن الشرعية فقط، هم الآن التحالف العربي نفسه يساعد الجنوبي المجلس الانتقالي على مهاجمة الشرعية، ويساعد الشرعية على مهاجمة الانتقالي. نعم. والطبخة تعد من خلف الستار، وهؤلاء لا يعرفون المشهد ولا يعرفون ما الذي يراد لليمن أن يكون في المستقبل. نعم، إذن اسمح لنا نضم معنا الصحفي أحمد جعفان الصبيحي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ أحمد. رغم وجود القوات العسكرية في عدن، كيف تفسر الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة؟ أولا تحية لك يا أخت آسيا ولكل الضيوف ولكل مشاهدي قناة بلقيس. طبعا الانفلات الأمني الحادث الآن هو نتيجة طبيعية لكل يعني المعطيات وإفرازات واقع ما بعد أحداث أغسطس العام المنصرم، طبعا يعني وهو أيضا نتيجة طبيعية للطموح الانتقالي بتثبيت أمر واقع
تثبيت امر واقع هذه المره ياتي في سياق يعني وجود القوى الرئيسيه يعني المتمثله بالمملكه العربيه السعوديه التي هي الطرف الرئيسي المعني بكل الاحداث داخل اليمن وبالذات في المناطق المحرره وفي عدن. طبعا وهذا يعتبر مؤشر خطير ونقطه تحول في مسار الاحداث داخل الجنوب وفي اطار ايضا العلاقه ما بين المملكه العربيه السعوديه والمجلس الانتقالي من جهه وكذلك العلاقه ما بين المملكه العربيه السعوديه كذلك والامارات العربيه المتحده. ربما يقول قائل ان هناك يعني انسجام وتوافق كامل وتنسيق في المواقف على اعلى المستويات بين الامارات والسعوديه بين طرفي التحالف ما يسمى بالتحالف العربي، وقد يبدو هذا صحيحا ولكن ايضا هناك حسابات خاصه، هناك مصالح يعني تمس جوهر يعني ما يريده التحالف داخل اليمن وما يرى يعني من خلاله ما الذي يريده وكل يعني من خلال كل إفرازات الواقع ومن خلال الخارطة السياسية والقوى الفاعلة على الأرض. وفي هذا السياق يعني يبرز المجلس الانتقالي كمعطى واقعي حاليا داخل عدن والمناطق أيضا حول عدن، وهنا يعني ربما تبدأ نقطة التحول في مسار الصراع، بمعنى أن الانتقالي الآن هو عمليا يخضع للإمارات العربية المتحدة بطرفه، الطرف السياسي مثل في الطبقة السياسية مثلا الفريق السياسي عيدروس السويدي وغيره، وكذلك كل التشكيلات العسكرية من حزام أمني ونخب وتسميات أخرى. وبالتالي السعودية ربما هنا الآن أرادت هي أن تخرج من داخل هذا المجلس الانتقالي من تتعاطى معهم وتتفاعل معهم ضمن الأجندة التي تريدها السعودية وضمن أيضا البرنامج الذي يريده يعني قائد قوات السعودية العتيبي وهو يعني شخصية. ما الذي يريده بالضبط؟ هل يعني يريد تسليم طرف جديد المناطق الجنوبية أم يريد على الأقل فتح خط إيجابي بينهم وبين الحكومة الشرعية؟ لا، هنا حينما نحن نتحدث عن المعطى الواقعي نستبعد تماما يعني الشرعية يعني بكل يعني ما يتعلق بهذه التسمية من قوى ووجود على الأرض. كل التظاهرات الشرعية الآن هي حاليا غير موجودة، يعني الموجود فقط هو معين عبد الملك ومجموعة من الوزراء اليوم يعني من خلال التعامل معهم بهذا الأسلوب من قبل قوات الحزام الأمني داخل معاشق يعني أثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه القوى يعني هي عبارة فقط عن ضيوف شرف موجودين يعني لا يسمح لهم حتى حين يغضب عليهم وظيفهم يعني لا يمنعهم حتى من الدخول إلى مكاتبهم والمكان الذي يسكنون فيه. فهذه نعم، لماذا برأيك تقف الشرعية الشرعية عاجزة أمام مراوغات وتصرفات الانتقالي المستفزة بهذا الشكل؟ لا، هو قبل هذا السؤال الآن نحن يعني المعطى الموجود على الأرض هو يعني نحن الآن نتحدث عن طرفين، الطرف الموجود والفاعل على الأرض هو المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي ضمن المملكة العربية السعودية يأتي اتفاق الرياض وتأتي أيضا الطرف الشرعي. الطرف الشرعي الآن هو يرهن موقفه كليا أو الذي يعني الذي يعبر عنه في هذا الموقف هو المملكة العربية السعودية، هو أعطى موقفه كله للمملكة العربية السعودية. وبالتالي حينما نتحدث الآن نحن عن العلاقة المستجدة والجديدة بين السعودية والانتقالي، يريد الانتقالي من خلال هذه الحركة أن يعني يرسل رسائل للسعودية أنهم يعني نحن أردنا من خلال اتفاق الرياض أن نشرع وجودنا على الأرض ونحن موجودون عسكريا، وكما قلنا كنا نقول دائما نحن في السابق أن يعني أن كل المتفائلين الذين يتفائلون بأن اتفاق الرياض ربما سيؤتي كله، كنا نقول لهم إذا تم تطبيق الشق الأمني والعسكري من هذا الاتفاق فسيكون هذا الاتفاق ناجح وناجح. لكن كنا نقول أيضا في الوقت نفسه أن الانتقالي لا يرى نفسه إلا من خلال القوة العسكرية والآلة العسكرية التي استطاع أن يعني يمتلكها، وبالتالي هو لن يتخلى عن سلاحه أبدا، ولا ندري ما هي الصيغة الواقعية التي يريد التحالف أن يطبق فيها اتفاق الرياض.
بالمعنى إذن... نقول انه يعني احنا الان نتحدث عن معطيات الواقع، نقول نعم هناك مؤسسات الحكوميه المؤسسات الشرعيه تدار من قبل طواقم اداريه ووزاريه هي تتبع للشرعيه، لكن هذه لا تتدخل ابدا في معطيات الواقع. التفاعل الامر الان يتم من خلال الحديث عن قوى عسكريه، من خلال الحديث عن الويه تتبع المجلس الانتقالي ومفتاح التحكم يعني هي من خلال الامارات العربيه المتحده، بينما الفريق السياسي هو يحاول ان يوجد خطاب يعلق فيه شماعه كل الاخطاء كلها على شماعه الطرف الذي يهيمن على الشرعيه، يصفه بالتجمع اليمني الاصلاح، والتجمع اليمني الاصلاح نحن نعرف انه لا حول له ولا قوه، كل يعني قياداته يتواجدون خارج بلدهم يعني في السعوديه وفي كل اقطاب الارض ولم يعد لهم تواجد اي على الارض، وكذلك كل الاحزاب السياسيه، كل البرامج والاعمال السياسيه هي معطله من الاساس، وما يحدث على الارض كله هو عباره عن يعني اثبات امر واقع، عباره عن قوات تتحرك لتحاول قدر الامكان الهيمنه وفرض امر واقع. وهنا نتحدث عن القوى العسكريه التي جاءت بعد احداث اغسطس العام الماضي. بالمجمل ايضا نقول أن السعودية الآن هي ربما تكون الآن هي في موقف تحاول دراسة هذا الأمر، تحاول التفكير في مخرج من هذه الأزمة والتعامل مع هذا الطارئ بنوع من يعني التفكير العميق للخروج بحل أمثل يعني ينقذ سمعتها أولا، ويحاول أيضا أن يضع هذا الحدث في سياق آخر غير سياق المواجهة والمصادمة، لأن الانتقال أيضا يعني هو ليس يعني كلها منظومة موحدة في القرار، هناك قوى يعني عسكرية لا تتبع يعني المجلس الانتقالي بالمعنى الحرفي للكلمة، هي تتبع من يمولها وتتبع من يشرف عليها ومن أهلها ووصلها إلى هذه المرحلة، بينما الفريق السياسي له يعني مصالح وله خطابات، وكل واحد يعني يتحدث ويضع موقفه من خلال المكان الذي هو فيه. يعني بالأمس كنا نسمع أصوات موجودة في الإمارات العربية المتحدة تتحدث بغير النغمة التي تحدث بها الأخ عادل الشبحي قبل قليل من الرياض وهكذا، وبالتالي وهم أيضا يعني لا يعرفون ما الذي يحدث أحيانا، ويحاولون أيضا أن يضعون له سياقات ومبررات ويضعون له ايضا خطاب وموجهات تعتمد كلها على ان الاخطاء كلها من قبل طرف سياسي الشرعيه والذي يضع العراقيل، ولا ندري ما هي هذه العراقيل، ولا ندري ايضا مع عما يتحدثون يعني ما الذي من هو ما هي الاشياء التي بيد الاصلاح حتى يضع من خلالها العراقيل، ويصفون ايضا الشرعيه بانها شرعيه الاخوان، ويقولون ايضا من خلال موجهاتهم الاعلاميه والخطاب السياسي لهم أنه الخطر الآن هو من خلال المشروع الإيراني والمشروع الإخواني، وبالتالي هذه عبارة عن سياق عمومية رأيناها قبل 5 سنوات ونراها الآن، رأيناها حينما أسقطوا من خلالها صنعاء، والآن نراها من خلال إسقاط أيضا عدن، ولكن بالمجمل نقول أن هذه الأطراف الآن ومن خلال اتفاق الرياض قد تم شرعنتها وهي معطيات واقعية، وينبغي على المجلس الانتقالي الآن أن لا يراهن مواقفه على أجندات خارجية، بل عليه أن يعني فعلا يضع مصلحة الجنوبيين واليمنيين يعني أمامه ويتحرك قدر الإمكان مع الفريق الآخر المتمثل في الشرعية حتى يكون هناك يعني مخرج آمن من كل المصادمات العسكرية التي ربما ستأتي إذا أغلق الباب أمام أي حوار في القادم القريب، ونحن لا نتمنى ذلك، بل نتمنى الوئام ونتمنى أن ينجح على الأقل اتفاق الرياض في الشق الأمني والعسكري. نعم نعم. إذن الصحفي أحمد جعفان الصبيحي شكرا جزيلا لكم طبعا عبر الهاتف من عدن. دكتور عادل، إذن هناك من يقول أمام وهن الشرعية وارتخاء قبضتها أيضا أن الانتقالي يعني يتصرف وفق ما يملي عليه الممول كما يقال، هل يعني هذا صحيح أن هناك جهة ضعيفة وجهة تستند على أجندة الممول؟ الوقائع على الأرض تؤكد ذلك. المجلس الانتقالي عبارة عن تجمع قبلي، ونحن نعرف من الذي أوجد هذا المجلس، وبالتالي هو يتصرف وفق ما يملى عليه من دوائر صنع القرار في أبو ظبي. طبعا المجلس الانتقالي استطاع أن يحشد أكبر قدر حوله من منطقة أو من إقليم عدن،
لكن هذه الميليشيات المسلحة بعد أن تم تعبئتها مناطقيا وجهويا وعنصريا، في المستقبل قد ربما لا تخضع للأوامر الإماراتية، وسنكون في المستقبل أمام سيناريو خطير، ربما كما ذكرت في بداية الحلقة سيناريو مرعب عبارة عن اقتتال أهلي. لكن في المقابل هناك أجندة للتحالف العربي، وعلى وجه التحديد السعودي والإمارات. متى ما اختلفت السعودي مع الإمارات قد ربما نرى طرف يتغلب على طرف آخر، لكن لا يبدو بأن هناك خلافات على المدى القريب بين السعودية والإمارات، وهناك تبادل أدوار وتقسيم الجغرافيا اليمنية إلى مربعات أمنية واقتصادية لصالح التحالف العربي. وأبناء اليمن وخصوص وهذه التيارات أو هذه الأطراف المتصارعة على الأرض ما هي إلا عبارة عن أدوات تنفذ ما يملى عليها من قبل التحالف العربي سواء الإمارات أو السعودي. نحن لدينا في المناطق الجنوبية أكثر من تيار، عندما يقول المجلس الانتقالي بأنه الممثل الوحيد لأبناء المناطق الجنوبية، هناك أكثر من تيار في المهارة، ما يسمى بتيار المهارة وحضرموت الجامع والتيار الوطني والحراك السلمي وأكثر من تيار. وبالتالي فقط المجلس الانتقالي استطاع أن يتغلب على هذه الأطراف نظرا لوجود السلاح الذي لن يعني لا يمكن أن يتخلى عنه، مثله مثل الحوثي، فأي اتفاق يمكن أن ينتج عن ذلك؟ طبعا حتى المبعوث الدولي نفسه يقول لابد من عملية سياسية، أي عملية سياسية بوجود السلاح السلاح في يد هذه الأطراف معنى التفخيخ للمستقبل، تكرار السيناريو اللبناني العراقي. الآن مثلا في لبنان حصلت اتفاقية سياسية، ولكن بقي السلاح بيد حزب الله. الآن حزب الله طرف سياسي في الحكومة اللبنانية، ولكنه هو المتحكم عسكريا على الأرض. إذا عندما تبقى الحركة الحوثية طرف سياسي، الحركة الحوثية تقول لا أمانع، أنا لا أريد شيء، أنا أريد فقط وزارتين أو ثلاث وزارة وحقائق فقط، لكن أريد السلاح. إذا لا معنى الاتفاق السياسي، لا معنى العملية السياسية، لا شيء. المجلس الانتقالي يقول أنا لا أريد حتى نصف الحكومة، أنا أريد حتى شخص خدمي. الآن عندما يقول تعال يا معين عبد الملك، يعرف جيدا بأن هذا الرجل ليس رجل سياسي أو أنه يستطيع أن يحرك الموقف عسكريا، هو رجل خدمي. نريدك أن تعال إلى قصر معاشك، اصرف المرتبات وساعدنا في الخدمات. إذن هم يريدوا شخص خدمي، الحركة الحوثية تريد شخص خدمي داخل هذه المناطق، ولكن من بيده القرار السياسي والعسكري؟ من بيده السلاح؟ من سيكون بيده القرار السياسي والعسكري؟ من يمتلك السلاح؟ وهذه الميليشيات تمتلك السلاح. إذن أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه الحديث عن أي يعني عملية سياسية سواء في المناطق الجنوبية أو حتى مع الحركة الحوثية سابق لأوانه. نعم، ولا بد من تيار. الشرعية تقف عاجزة أمام مراوغة الحوثيين والانتقال أيضا والإمارات من ورائه، وتبدو إذا أيضا موثوقة بالمزاج السعودي وأجنداته. هل نتوقع أن شيئا سينتج من هذا كله؟ إذا لم يوجد تيار وطني حقيقي على الأرض ويستطيع أن يقوم بفتح علاقات دبلوماسية وسياسية مع الإقليم والمجتمع الدولي ويقلب الطاولة على الجميع، وهذا مستبعد في الوقت الحالي، إذا وجد هذا التيار، أنا من وجهة نظري الشخصية هذا التيار قد ربما يقلب الطاولة على التحالف العربي وحتى على هذه الأطراف المتواجدة على الأرض. لكن السيناريو المعد وهو الأرجح في المستقبل أن يبقى البلد مفكك وليس مقسم، مفكك على أسس جهوية ومناطقية. البلد الآن مفكك، ليس مقسم شمال وجنوب، لا، مفكك. طرف عسكري يمسك المناطق الغربية، وطرف مسلح ميليشياوي يمسك المناطق إقليم عدن، ودولة الشرعية فيها أطراف وتيارات إسلامية وأحزاب سياسية يمسك المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى، وطرف آخر يمسك المناطق الشمالية أو بعض المناطق الشمالية ممثلا بحركة الحوثي. إذن البلد مفكك إلى كانت هناك مربعات أمنية، كل طرف في الإقليم سيدعم التيار الذي يساعد في تنفيذ أجندته. أتوقع بأن الوضع يبقى على ما هو عليه حتى يوجد تيار وطني يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع، أو أن يوجد التحالف العربي
تيار من داخل هذه الأطراف المتصارعة ينفذ ما يملى عليه، وبالتالي يتسلم دفة الحكم ظاهريا مثل ما حصل في سبعينيات القرن الماضي بعد المصالحة الوطنية، تيار يمسك البلاد وجمهورية ولكنه من تحت الطاولة ينفذ ما يملى عليه من دول الإقليم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشير الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه. We'll be right back.